السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بالنشرة الجوية. الأجواء اليوم مستقرة ودافية ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 8 إلى 26 كيلومتر في الساعة، وظهور لبعض السحب المتفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 27 درجة مئوية، والصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت، حاليا أجواء غائمة جزئيا ورياح شرقية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة حاليا 24 درجة مئوية، ولكن المحسوسة 22 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 33%، والرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 12 كيلو. الأجواء المتوقعة هذه الليلة، متوقعة أجواء تميل إلى البرودة غائمة جزئيا على بعض المناطق، ورياح تتحول هذه الليلة إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وظهور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق. ودرجات الحرارة هذه الليلة معظمها متراوحة ما بين 13 إلى 18 درجة مئوية في مدينة الكويت. أما الأجواء المتوقعة باكر الظهر بمشيئة الله، متوقع حالة من عدم الاستقرار بشكل عام في الأجواء باكر ويوم الجمعة، كذلك نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية توصل سرعتها من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، معها غبار مثار على المناطق المكشوفة والصحراوية، وكذلك يرتفع معها الموج لأكثر من 6 و7 أقدام، وكذلك متوقع أمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة. درجات الحرارة باكر الخميس إن شاء الله راح تكون في مدينة الكويت 27 درجة مئوية. أما الأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة مشيئة الله، هناك حالة من عدم الاستقرار في الأجواء البحرية بسبب نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، ارتفاع الموج راح يوصل من 2 إلى 7 قدم، وكذلك يوم الجمعة ارتفاع الموج راح يزيد عن 6 و7 أقدام، لذلك ما ننصح بمزاولة أي نشاط بحري لسلامتكم. المواقيت بإذن الله، موعد أذان الفجر الساعة 4:53، موعد شروق الشمس الساعة 6:12، وأذان المغرب الساعة 5:48. أما الأجواء المتوقعة للخمسة أيام المقبلة في مدينة الكويت بمشيئة الله، باكر الخميس ظهور بعض السحب المتفرقة وفرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية مع نشاط بالرياح الجنوبية الشرقية، سرعتها من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وفرص لغبار مثار وأمطار متفرقة قد تكون رعدية، يرتفع معها الموج لأكثر من 6 و7 أقدام. درجات الحرارة باكر راح تكون مرتفعة نسبيا، العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، على عكس يوم الجمعة راح يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، راح توصل العظمى إلى 24 درجة مئوية والصغرى إلى 16 درجة مئوية، ولكن هناك أيضا فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية، ونشاط الرياح راح يتحول إلى شمالي غربي، ولكن راح يظل نشط من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثير للغبار على معظم المناطق في البلاد، ولكن يوم السبت إن شاء الله الهواء راح يكون شمالي غربي، تستقر الأجواء قليلا، والعظمى 25 الصغرى 12 درجة مئوية، ومرور لبعض السحب المتفرقة. أما يومي الأحد والاثنين راح تكون إن شاء الله الأجواء مستقرة، سماء مشمسة خالية من السحب، العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الجوية، شكرا لكم على طيب المتابعة، نترككم الآن في جولة لدرجات الحرارة في بعض عواصم العالم، إلى اللقاء. Yeah.